يسوع جه وقال أنا الكرمة الحقيقية، كنت كمال الأوصال ولازم تثبتوا فيا. الكرمة شهادة ونور بتنور طول اليوم، بتذيع بشرى وسرور وبتطرد كل هموم. وما دام احنا الأقصار ثابتين في الكرمة يسوع، دي شهادة لكل الناس ونور للجموع. يلا بعزيمة ونتشارك المسؤولية ونخلي رسالة الكرمة توصل كل البشرية. أحباء المشاهدين في كل مكان في العالم، بحييكم وبرحب بيكم وحلقة جديدة وأطلب وتجدوا، وبنطلب وجه الرب وهو بيسمع الصلاة زي ما قال له صاحب المزمور: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. وإحنا كلنا جايين قدامه واثقين إنه هيستجيب طلباتنا وهيحسن إلينا وهيباركنا، سواء في تليفوناتكم أو في طلبات الصلاة اللي معانا. بنشكر ربي جدا لاجل وجود عزيز على قلبنا غالي، القسيس عصام حداد. اهلا بيك يا قسيس عصام. اهلا فيك اخت سلمى. الرب يباركك، احنا سعداء ان حضرتك معنا. وانا اسعد صدقيني. الرب يبارك حياتك، انت أمين. فعلا بركه لالاف وملايين في العالم. يباركك الرب ولكنيستك، رب يستخدمك اكثر. أمين. في اسم الرب يسوع. احبائي المشاهدين، النهارده الحلقه بعنوان عونا في الضيقات، وأنا متأكدة أن العنوان ده حيجي على جرح ناس كتيرة، لأن الرب والروح القدس عايز يعالج ناس كتير النهاردة. عونا في الضيقات وجدا شديدا، عشان كده حنقرأ مزمور 46. لو معاك الكتاب المقدس افتحوا معانا، افتحي معانا واقروا معانا مزمور 46. بيقول كده: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجدا شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها. نهر سواقي تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. عجت الأمم، تزعزعت الممالك، أعطى صوته، ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. هلم وانظروا أعمال الله، كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. كفوا واعلموا إني أنا الله، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. أسيس عصام تفضل صلي لنا. هللويا. أمين. مبارك اسمك يا رب. يا أبونا السماء، ونشكرك في هذا الوقت من كل قلوبنا. مبارك اسمك يا رب، لأنك إله حي يا رب. هللويا. نشكرك لأنك معنا، نشكرك لأنك تهتم بجميع تفاصيل حياتنا يا سيد الرب. نعطيك المجد والكرامة. نشكرك لكل دقيقة يا رب، ولكل فرصة يا رب بتحطها قدامنا حتى نرفع المجد لإسمك يا رب، حتى نمجدك يا سيد الرب، ونعطيك يا رب كل المجد في اسم الرب يسوع المسيح. يا أبونا السماء، ونصلي اليوم أن صوتك يكون مسموع لكل نفس بتسمعنا وبتشاهدنا يا رب. أنت عارف احتياجات النفوس، أنت عارف احتياجات كل شخص اليوم بشاهدنا. تكلم لكل واحد منا يا رب بكلام يا رب يطيب قلوبنا. أنت قلت وأمرت: عزوا شعبي. شكرا. عزوا شعبي. نعم يا رب. يا رب عزينا بتعزيات ليست بقليلة. تكلم يا رب بالتعزيات لكل نفس. نعم يا رب. فرحنا واعطينا سلام يا رب، وارشدنا في الطريق اللي نسلك فيها اليوم. في اسم قدوس القديسين نصلي. أمين. مبارك اسم الرب. عونا في الضيقات. في مرة من المرات واحد قال: يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ يا رب أنت فين والدنيا فيها ضيقات كثيرة؟ أنت ليه بتختفي وقت الضيق؟
هل الله يمكن أن يختفي وقت الضيق؟ ده حتى الكتاب بيقول في ضيقهم تضايق وأرسل ملاك حضرته وخلصهم. هللويا. السيس عصام، ساعات بنحس إن الرب بعيد، إحنا في وادي في الضيق والرب في حتة تانية. إيه رأيك في هذا الكلام، وهل ينطبق على كل الناس؟ أنت عارفة ليس عنا ببعيد، الكتاب طبعًا يقول طبعًا. الرب مش بعيد عن أولاده. في آية في سفر التثنية صح 4:7 آية من الآيات اللي بلاقيها إنه من أقوى الآيات في الكتاب المقدس، ومرات كتير مش بنعطيها الاهتمام الكافي. بيقول لأنه أي شعب هو عظيم، له آلهة قريبة منه كالرب إلهنا. نعم صح. أي شعب أنت بتعرفه، الإله اللي بيعبدوه أعظم من إلهنا وأقرب من إله، أو أقرب من إلهنا، مبارك اسمك، أو أقدر منه. في كل أدعيتنا إليه، يعني لما احنا بنصلي بسمعنا. يس. أنت عارفة في ملوك الأول الصح 18 لما إيليا تحدى أنبياء البعل، الأنبياء أنبياء البعل كان يفكروا أنه البعل إله حي وأنه يسمع وبيستجيب. قالهم إيليا قدموا الذبيحة للبعل وشوفوا إذا كان بيجيبكم البعل أو لا. دعوا البعل لكن لم يجبهم بكلمة. يس. لأنه إله صنم أصم وأبكم. ثلاث مرات، في المرة الثالثة قال لهم علوا صوتكم يمكن يكون في خلوة في العبري. لا يا ريت نايم، يا ريت يعني احتمال يكون في غفلة، في خلوة يعني، في يعني رايح الحمام يعني طالع في منطقة أو في خلوة. وطبعا ما سمعش لأنه مش موجود، لأنه أصم وأبكم. ولما قدم هو الذبيحة سكب عليها المي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، لما دعا الرب نزلت نار من السماء والتهمت الذبيحة. yes. بأكملها. هذا هو الإله الذي يجيب بنار. فإلهنا يسمع الصلاة ويستجيب. طبعا تعرف في عدة آيات في الكتاب المقدس بلا حصر طبعا، يعني آية وراء الثانية بتدل أو بتأكد لنا أنه الله يسمع الصلاة وأنه الله يستجيب الصلاة. طبعا ففكرة أنه الله بعيد عنا، أنه الله لا يرى، هذه دائما شكوى من عدو الخير. أنت عارف عدو الخير دائما بحاول يزرع الزوان في قلب الإنسان، بحاول يزرع زوان الشك في قلب الإنسان بالضبط، حتى يخنق الكلمة وحتى يمنع الإيمان من النمو. طبعا فمهم جدا أنه دائما ننتبه لهذا العمل اللي بيعمله عدو الخير. إلهي يسمعني، إلهي يسمعني طبعا. فإله الرب بيسمع الصلاة والرب بيستجيب الصلاة طبعا. بس احنا دائما أخت سلوى عندنا عدم صبر، ومرات كتير بنحاول نقيس الله على الساعات اللي في إيدينا طبعا، على التوقيت اللي احنا بنحط الرب على توقيتنا احنا، وعايزين الأمور تحصل بحسب مواقيتنا احنا، مواعيدنا احنا، ترتيباتنا احنا، مناسباتنا احنا، وبننسى انه الله لا يأبه ابدا بهذا التوقيت البشري. الله عنده توقيت اخر، هو التوقيت اللي هو ماشي عليه. الكتاب بعلمنا بقول لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه. ففي هناك توقيت إلهي في زمن افتقاد. هذا الزمن الله يتداخل فيه. مهم جدا في وسط الضيق، أي مرحلة ضيق بمر فيها، دائما يكون نظري على الرب مش على الأمور الملموسة. عم بلاحظ في هذه الأيام الناس بتركز على تقارير الأطباء. طبعا بيعملوا كده. بتركز على اللي بقوله الممرضات، بتركز على اللي بتقوله الفحوصات، على الأشعة، على التحاليل، على النتائج المخبرية. بتركز على هذه الأمور وكأنه هذه النهاية. الأمور هي الكلمة النهائية. مش عارفين أنه الطب لا يشفي، الطب يعالج، لكن الرب إلهنا
هو الشافي، وهو اللي بيؤمر الأدوية إنها تشفي في الجسم. ممكن حتى لما ناخد أدوية هو اللي بيؤمر بالشفاء. أمين. ممكن. فتركيز لازم يكون دائما مش على الأمور الملموسة، التركيز دائما على الرب نفسه. الرب نفسه. ما نحطش الثقة في الأدوية، ما نحطش ثقتنا في الأطباء، مع أنه نحن بنحترم أطباء، ولوقا نفسه كان طبيب طبعا، لكن التركيز يعني الثقة الكامل بتكون في شخص الرب يسوع الشافي. المسيح هو شايف الصورة من فوق. بالضبط. يعني بمناسبة كلام حضرتك عن التوقيتات، هو شايف الصورة كاملة من فوق وعارف إمتى يتدخل. زي ما بيقول أسيس عصام إن إحنا عايزينه يتدخل في الوقت اللي إحنا عايزينه، في الوقت اللي يناسبني أنا، في الوقت اللي منتظراه أنا، بس أنا شايفة الصورة بزاوية معينة، لكن هو شايف الصورة كاملة من فوق. ويقول لك أنا عارف وأنا شايف، يقول الكتاب ويكون الرب ملجأ للمنسحق. أمين. ملجأ في أزمنة الضيق. هو ملجأ ليك، هو الملجأ اللي ليس بعده أي ملجأ، لا طب ولا دواء ولا تحاليل، لكن هو اللي بيأمر كن فيكون، لأن الكتاب بيقول من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر. فهو شايف الصورة من فوق. تعرف أخت سلوى، لما شخص بتصل معك بقول صلي لي حتى يكون عندي زرع بشر، التقارير الطبية بتقول في ضعف عند الزوج، في ضعف عند الزوجة، من المستحيل إنه يتم الحبل. لكن نصلي وتلاقي الرب يعطي الطفل، زرع بشر. يعطي زرع بشر. بغض النظر عن التقارير الطبية. صح. الرب يعني ما بركزش على التقارير الطبية، لكن لأنه هو له كلية القدرة. صح. لما نشوف شخص عنده كانسر في الرئة، وكانسر سرطان الرئة من السرطانات الصعب جدا، طبعا طبعا، تلاقي الرب يتدخل في هذا السرطان ويشفي هذا الإنسان. أوكي. مرات بتصلي ولكن ما بتشوفيش تغيير في الإنسان، مش بنشوف التغيير في المرض أو تحسن في المرض. فالإنسان رأسا بيفشل، بقول للرب مش سامعني والرب مش عايز يشفينا. لا، هذا تفكير خاطئ كليا، هذا بيطعن في قدرة الله وفي مشيئة الله. احنا محتاجين من اللحظة اللي فيها نطلب إلى اللحظة اللي فيها نستقبل استجابة الصلاة، هاي الفترة فترة امتحان الإيمان. وفي رسالة العبرانيين الإصحاح السادس، امبارح كان عندنا اجتماع درس الكتاب، وهذه الآية الحقيقة أنا حبيت أشد عليها كتير، لأنه مش بنركز عليها وبننساها. في الإصحاح السادس من رسالة العبرانيين بيقولنا الكاتب هذه الرسالة في نهاية الإصحاح تقريبا، آية رائعة جدا، بيقول الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجار، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا، صائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأبد. إيمان الإنسان هو مرساة نفسه. بيدي. وخليني أوضح هذا الموضوع، مهم جدا. لأنه لما بنطلب الرب مهم جدا نفهم هذا المبدأ الكتابي. النفس هي مجمع المشاعر والعواطف والإرادة والشخصية، السنتر بتاع الأشياء كلها، هذه هي النفس. مرساة النفس، المرساة هي اللي بتمنع السفينة من الضلال في البحر والانجراف إلى البحر. طبعا. فهي الأنكر، هي اللي بتشد إلى الأساس، اللي بتخلي السفينة واقفة في مكانها، ثابتة في الشاطئ. فاللي بيمنعنا من التشتيت، واللي بيمنعنا من الانجراف إلى هذا العالم وفي بحر هذا العالم، هو إيماننا في المسيح يسوع. يس، مزبوط. هلا هناك تعليم مضلة كثيرة هذه الأيام، عم نسمع تعاليم يعني خرافية. عارف لما سمعان الشيخ قال القديس العذراء لها عن الرب يسوع وضع للسقوط وقيام كثيرين. أيوه.
في كثيرين بهالايام هاي عم نشوفهم اللي كنا نشوفهم سبب بركه، عدو الخير دخل الى حياتهم واصبحوا العكس تماما. ليه؟ انجرفوا في تيار هذا العالم. فالايمان هو المرساة اللي بخليني ثابت في علاقتي مع الرب، غير متقلقل وغير متزحزح من مكاني. احنا محتاجين يكون ايماننا ثابت في الرب على كلمة الله وليس على اي شيء اخر. فلما الايمان يتزحزح من مكانه يفقد الانسان قوة هذا الايمان. طبعا والله ما يعرفش يتحرك معه خالص. ما قدرت يعني طبعًا. انت اخذت مني اعز شيء عندي، لما العالم سلبني اقوى شيء عندي اللي هو ايماني انا في الرب، العملة السماوية دي. هلا ليه النفس نفسها؟ ليه مرساة للنفس؟ اوكي، مرساة للنفس يعني هو اللي بيثبت المشاعر، هو اللي بيثبت الافكار. الايمان اللي بيثبت المشاعر، الايمان اللي بيثبت الافكار، الايمان اللي بيثبت القلب ونيات القلب، الايمان اللي بيثبت شخصية الانسان على كلمة الله. فلهذا السبب الايمان مهم، هو مرساة، هذا مرساة النفس. ففي الضيق، لما انا بجتاز في ضيق، لما انا مرساتي ايماني، شيل المرساة بتلاقيني كل كياني وكل ايماني وكل انا تزعزعت، انا ضعت في هذا العالم. صح. وعم بشوف حوالي بلاقي الناس يعني ضايعة في ايمانها، مش عارفة تآمن في مين وتصدق مين وما تصدقش مين. ليه؟ بالزبط. لانه ما فيش مرساة، المرساة تركوها. يا اما في ناس قطعت حبل المرساة وانجرفت في برية هذا العالم وفي بحر هذا العالم. فالإيمان هو المرساة اللي بثبتني في كلمة الله. طبعا طبعا، وبدون إيمان لا يمكن إرضاء، ما أقدرش أرضي. ليه؟ طبعا. لأنه الإيمان هو نفسه ثقة بما يرجى، هو إيقان بأمور لا ترى. مصبوط. فمن اللحظة اللي أنا بطلب فيها إلى اللحظة اللي فيها بستقبل طلبة الصلاة واستجابة الصلاة، هاي الفترة هي فترة امتحان. عدو الخير ممكن بهاي الفترة وأكثر وقت بيشتغل فيه وهذه الفترة، يفشل إيماني، بحاول يفشلني في إيماني، بحاول يطعن في إيماني، بحاول يخليني أشك في إيماني، بحاول يخليني أغير إيماني وأرجع إلى الأركان الأولى. عرفتي؟ وهو الكتاب بيقول إن كنت تستطيع أن تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. ده صحيح، ده صحيح فعلا. فكان الرب دائما يسأل أتؤمن؟ نعم يا رب. فمهم جدا إيماني. نتمسك في هذه المرساة، وبقولها مرة تانية ومرة ثالثة ويمكن للمرة المليون بقول، مرساة الإيمان هي أهم مرساة طبعا في حياة الإنسان. طبعا طبعا طبعا، اللي بدونها أنا بضيع. صح. أستأذنك ناخد مكالمتين معنا. معنا الأخت أنطوانيت، أهلا بك يا أخت أنطوانيت، تفضلي. يا أبو معلش، المسيح معك يا الله. عندي وجع ظهري وجري وركبي، وجع رأس، كل يا أبو أنا كل جسمي كله بوان كدي أنا بكل واحدة. ألف سلامة ليك يا يسوع. يا أبو الله يخليك. ألف سلامة ليك يا أبونا السماء، ونرفع أختنا أنطوانيت يا رب. يا رب يسوع، يا رب نرفع أمام عرش النعم. يا رب ارفع عنها الألم يا رب، أنت شايف الألم. أمين يا رب. أنت أمين. قادر على كل شيء يا رب. زيل المعطل للشفاء يا رب. يا إذا كان في هناك أي نوع من المعطل للشفاء يا رب، شيل المعطل في اسم الرب يسوع. بنتك يا سيد الرب متألمة وجسدها متألم. يا يسوع. يا رب أرجوك زيل المعطل يا رب، زيل المعطل في اسم الرب يسوع المسيح الناصري. المس جسدها وزيل المعطل، وشفيها وبرقها بحق الدم الطاهر في اسم الرب يسوع المسيح. أمين أمين أمين. أخت أنطوانيت تقولي له اديني إيمان يقبل معجزة. صلي إن الرب يملاك بالإيمان والثقة، وأكيد حيتمجد معاك يا حبيبتي. ألف سلامة ليكي. معنا بيتر من مصر، أهلا بيك يا بيتر، تفضل حضرتك على الهواء. ازيك يا أمي، أخبارك؟ أهلا بيك. ازاي جدا إن أنا يعني أتكلم عليك. يمكن بيتر طم حداد، أهلا بيك حبيبي، أنا بحبك جدا جدا جدا، ويعني حضرتك وحشني قوي. أهلا فيك. الرب يسوع مش بس عنف الضيقات،
الرب يسوع هو الراعي صالح لزرعة الخراف. نعم. احنا دايما بنشوف الراعي بيبقى ماشي ورا القطيع وماسك في ايده عصايه، انما الرب يسوع بيقود القطيع، بيقود القطيع عشان لو القطيع ده هجمته ذئاب يقابلها هو ويواجهها هو. امين. ويدي حمايه للقطيع وبمنتهى السهوله بيحول الذئاب دي لحملان وديعه. يعني بنشكر ربنا ان احنا دايما في مشيئته. امين. ودايما في قيادته. ويعني بنشكر ربنا ان هو على طول موسع تخمنا في الخدمه ومحسسنا يعني بالسعاده وبالسرور وبالسلام. اشكر ربنا بكل ده. امين اخوي بيتر. ربنا يباركك يا بيتر ويستخدمك اكتر في اسم الرب يسوع ويتمجد بحياتك اكتر واكتر. هللويا. بيتر بيخدم الرب وشخص عابر بيحب الرب جدا والرب بيستخدمه جدا. ربي يباركك اخوي. ربي يباركك. عندنا طلبات صلاه يا قسيس كتير. انا احب ارفع الاخت دوله المظبوط المره الماضيه قالت لي اتصل فيها بعد الحلقه لكن مش عارف كيف فاتني اني اتصل فيها، فانا محتاج ان اصلي لاجل اختنا دوله. امين يا ابونا السماء. ونرفع الاخت دوله انه مع الشنان يا رب يسوع. انت عارف الظروف اللي بتمر فيها يا رب. أيوة. صلي يا رب تعيدها بالقوه بالروح في الانسان الباطن. صلي يا رب انك تعطيها ايمان غير عادي يا سيد الرب، يزحزح الجبال يا رب، وتتدخل في جميع ظروف حياتها يا سيدي يا يسوع في اسم قدوس القديسين. صلي. امين يا رب. امين امين امين. عندي طلبة صلاة أجل أسرة الشيطان مسيطر عليهم بسبب أسحار الأم. مدمرة البيت والأولاد. صح كده. يا يسوع. يا يسوع. دي النهاردة جاتني المكالمة دي، حاجة لا تتخيلها يا أسيس عصام. الأم بتعمل أسحار لأولادها؟ علشان ممكن يضرب مراته ويأذيها وكل حاجة، كل حاجة، كل حاجة. وقالت لي بتقرا المزامير بالمقلوب وبتحضر حاجات كده يعني. ف الام محتاجه تحرير طبعا. طبعا. تعرف في القرن السادس عشر كان في هناك ساحر كان يستغل الكتاب المقدس يقراه بالعكس. يقرا الحروف بالعكس. ايوه يعني احنا نقرا كده، هو يقرا الحروف من الشمال لليمين. ايوه ويركبهم ازاي تركيبة شيطانية. أيوة. نوع من أنواع التمرد على الله وعلى كلمة الله. لأن يعني أنت الكلام اللي أنت عطيتني إياه أنا برد لك إياه، حقلبه. أنا حقلبه واستعمله بالعكس. ده عمل شيطاني طبعا. بحت. طبعا. أمين. خلينا نصلي لأجل هذه العائلة يا يسوع باسم الرب يسوع المسيح. يا أبونا السماوي نرفع هذه الأسرة أمام عرش النعمة ونطلب منك تداخل في هذه العائلة. يا سيد الرب انت شايف الاعمال اللي بتعملها الام يا يسوع. يا رب نصلي انك تحاصرها من كل ناحيه من كل زاويه يا رب، تتكلم معاها وتبكتها يا روح الله على هذه الاعمال يا رب. وقف عملها يا سيد الرب في اسم الرب يسوع المسيح، وافتح عينيها حتى تشوف ان اللي بتعمله انها بتكون عميله من عملاء الشيطان يا رب. ارجوك ارحم هذه العائله يا رب بحق الدم الطاهر يا رب، تمجد في وسطهم بقوة اسم الرب يسوع المسيح. نصلي. أمين 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 في اسم يسوع. عندنا أخت اسمها إيفا عندها كانسر، محتاجين نصلي لها أيضا باسم يسوع. ياريت أخوتنا في كل مكان يشتركوا معنا في هذه الصلاة لأجل إيفا، عندها كانسر في الدماغ منتشر، لازم نصلي حتى الرب يتداخل في هذه أكيد في اسم المراحل يسوع. الصعبة في أمين حياة إيفا. أمين أمين يا أبونا السماوي نفعل قوة الاتفاق كل شخص يا رب يتفق معنا في هذه الطلبة لأجل بنتك إيفا يا رب. يا رب أنت شايف السرطان، شايف نوعه، عارف يا نوعه يسوع. يا رب عارف مكانه، عارف يا رب انتشاره وقوة انتشاره. بنصلي اليوم باتفاق أنك تشل عمل هذا الكانسر يا سيد الرب، وتبرئ دماغ يا رب من كل خلية سرطانية يا إلهنا الصالح، وتشفيها الشفاء الكامل. أنت القادر على كل شيء، أنت اللي تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. أي أمر. أمين. باسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين. أمين. استأذنك في مكالمة معنا الأخ محمود من الجزائر. أهلا بيك يا أخ محمود، فضل حضرتك على الهواء. سلام. سلام المسيح.
سلام المسيح معك. سلام المسيح الأخ عصام حداد. أهلا بك أخوي محمود. تفضل. جات المقدمة مليحة ضربوا عليك. نعم. جات المقدمة الأولى ضربوا عليك. مش عارفة تقصد إيه يا أخ محمود. المقدمة أنت الأولى. جات المقدمة مليحة عصام حداد. المقدمة اللي قالها القسيس عصام. كانت حلوة. أشكر الرب. أشكرك حبيبي محمود. ما زلنا عم نصلي أجل لتيسيا وأنا متابع الصلوات لتيسيا حبيبي. تحسنت شوية من زمان ونواصل الصلاة بلا انقطاع. طيب أنت عارف لما كان إيليا على الجبل يصلي صلى وسأل الخادم وقال له شوف إذا في غيمة. قال له ما فيش غيم. أول مرة تاني مرة بالأخير قال له رجع الخادم بقول له أنا شايف خيمة لكن غيمة صغيرة قدر كف. قدي كده. يعني كان في قحط كان في جفاف مجاعة كان في جفاف فيش مطر ثلاث سنين ونص فصلى والرب بعت الغيمة الصغيرة القدر كف. هاي الغيمة الصغيرة معناته في هناك غيم آخر جاي وبكثرة والرياح رح تنقل الغيم إلى المنطقة اللي فيها الجفاف. التغيير البسيط اللي أنت بتشوفه في ليتيسيا هذا عبارة عن بداية الشفاء. هذه طريقة من الطرق اللي الله بيستخدمها مع البشر حتى يعلمهم الثقة الكاملة فيه. فهي ثقتنا في الرب. خلي دائما في بالك أخوي محمود من اللحظة اللي فيها نطلب الصلاة نطلب معجزة إلى اللحظة اللي فيها نقبل أو نستلم هذه المعجزة هذه الفترة الزمنية هذا امتحان إيمان يا رب يسوع. فإحنا نستمر في الإيمان نستمر في إيماننا في الرب حتى آخر لحظة. في بعض الأحيان بعد يوم الرب استجيب بعد شهر بعد 40 يوم بعد 6 أسابيع ممكن بعد 6 أشهر مش عارفين رب استجيب في توقيته. ففي هذا الوقت احنا بنستمر في ايماننا وبنشكر الرب دائما على المعجزه. طبعا. امين امين امين. بدي اطلب من كل اخوتنا المشاهدين برضو يشتركوا معنا لاجل بنته للاخ محمود ليتيسيا اسمها 4 سنين عندها لوكيميا في الدم. يا يسوع يا أبونا السماوي بنرفع ليتيسيا وبنرفع كل طفل يا رب عنده نفس المرض رب. أو عنده أي نوع من الكانسر. أيوة يا رب ومنصلي تحنن على شعبك وعلى غنم مرعاك يا سيد. عدو الخير بحاول يزرع بذور اليأس والفشل يا رب والضعف لكن أنت السهران على كلمتك لكي تجريها. يا يسوع شجع أخوي محمود يا رب شجع كل أب وأم عندهم أولاد في نفس الموقف يا سيد الرب يا رب. وساعدنا حتى يا رب نستمر في إيماننا ونثابر في هذا الإيمان حتى نرى يا رب آيات وعجائب. أمين في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين أمين يا أخ محمود الرب يتمجد معاك وبيقول لك ادعوني وقت الضيق أمين. أنقذك فتمجدني. أمين. هو هينقذك وهتمجده في اسم يسوع. صلاة لأجل السمر أو سحر 40 سنة عندها كانسر وعندها 3 أطفال وهي أخت تقية جدا تشكر رب استمرار. أمين أمين. خلينا نصلي لأجل سحر. يا أبونا السماء ونرفع سحر أمامك يا رب وبنصلي الشفاء لجسدها يا رب وتعطيها فرصة إنها تكبر أولادها يا رب حتى يكونوا قادرين على اهتمام بأنفسهم بوالدهم باسم الرب يسوع المسيح. أرجوك يا رب أمين يا رب ما تسمحش عدو الخير يربح هذه المعركة لكن أعطينا الانتصار عليه. مكتوب الفرس معد للحرب وأما النصرة فمن عند الرب. باسم يسوع رب. صلاة لأجل أخت أم أمجد حتعمل عملية استئصال الرحم وخايفة جدا. أمين. يا رب نرفع هذه الأخت أمام عرش النعمة وأي أخت اليوم يا رب مرتبينها يا رب أنه يعملوا عملية استئصال للرحم يا رب أنت عارف أخطار العملية عارف سهولتها وعارف الأشياء الصعبة اللي فيها
وعارف النزيف وعارف يا رب كل السايد افكتس. يا سيد الرب بنصلي انك انت تساعدها يا رب وانك انت تشفيها يا سيد الرب وتطلع من هذه العمليه يا رب بنجاح باسم الرب يسوع المسيح. سيج حول بنتك بسياج من نار واحميها من يا كل رب. هجوم عدو للعدو كل هجوم للعدو عليها في اسم الرب يسوع المسيح. امين امين. استهزنك ناخد تفضل. الاخت نهال. اخت نهال من لندن، اهلا بيكي اخت نهال، تفضلي حضرتك على الهواء. اهلا بيكي حضرتي، مساء البركه ليكي اختي سلوى وحضرتك القسيس وكل المشاهدين، وبقول مساء البركه لان الرب فعلا بيباركنا بخدام امناء زيكم، وكمان بيسمع لصلواتنا وكمان بيستجيب ليها. لكن المشكلة زي ما حضرت القسيس قال، المشكلة فينا ان احنا بنبقى عايزين يستجيب في توقيتاتنا احنا، وانا هزود كمان واقول عايزين يستجيب بطريقتنا احنا كمان. لما بنطلب منه اي شيء في الصلاة كأننا عايزين نقول له اهو يا رب الطلب وتنفيذه كده، وانت اختم عليه على كل اللي احنا بنقوله. دي حد ذاتها بتين الله، لاني كاني بطريقه غير مباشره بقول له انا بفهم اكتر منك يا رب. فبصلي من كل قلبي ان ربنا يدينا كلنا عيون مستنيره وتسليم كامل. امين كامل. فعشان كده نفسي اسال حضرتك يا حضره القسيس عصام بخصوص الايمان في استجابه الصلاه. في رسالة يعقوب مكتوب ان اللي بيطلب يجب ان يكون الطلب بايمان وغير مرتاب البتة، يعني ما عندهوش شك ولا حتى 1%. وبيكمل ويقول ان المرتاب يشبه موجا من البحر تقبطه الريح وتدفعه، فلا يظن هذا الانسان ان سيأخذ شيئا من عند الرب. فحد قال لي كده انا بحس ان الاية دي تعجيزية، فما فيش حد مننا بيطلب الا وعلى الاقل بيكون جواه ولو حتى شك بنسبه ضئيله، ولو نجح مره ان يجي بكل قلبه من غير شك، المره اللي بعدها بيتسرب برضه الشك. فازاي اقدر اشيل الشك واكون فعلا بالكامل مصدقه من قلبي؟ وهل الشك ده في حد ذاته بيزعل الرب مني، ولا هو مقدر ضعف الانسان؟ وربنا يبارك. أمين. شكرا. أشكرك أختي نهال، سؤالك رائع. بقول لك بكل صراحة أمام الرب، اختبرت هذا الاختبار لما منصلي حقيقة من كل قلوب وبدون أي شك، أمور كتير بتحصل. موضوع الشك موضوع بين إيدينا إحنا، يعني مرات بنقول لأنفسنا يعني أنا ما زلت إنسان ولابد أنه في عندي شك ولو 1%. يعني هل الرب ينسى 99% وبركز على 1%؟ إذا انتبهتي لما الرب أقام الطفل من الموت، كل اللي كانوا حواليه كانوا يضحكوا وكانوا يستهزئوا فيه، فصرفهم الكل، فضل هو وأبو الأم وبنت وأم البنت بس، وصلوا والرب أمرها أنها تصحى وأعاد إلى الحياة. ليه أخرج باقي الشعب؟ ليه أو باقي العائلة؟ لأنه في عدم إيمان. كانوا بيضحكوا. في عدم إيمان. عدم الإيمان بيمنع أمور كتيرة تحصل. عدم إيمان هو عدم ثقة في الرب. عدم إيمان عدم تصديق كلمة الله. مظبوط. ممكن أضل أقول أنا إنسان ولسه في عندي ولو 1% شك، بس الأفضل إنه هذا 1% أنا أنتهر هذا الشك في اسم الرب يسوع. وأركز عليه ويكون لي ثقة الكاملة في شخصه. عدة مواقف كنت في 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 بنفس الفكر، إنه تيجي فكرة إنه ممكن الله يسمع ممكن الله ما يسمعش، لكن لما تعلمت إنه الإيمان هو الثقة في الرب مش في قدراتي أنا، اختلف الموضوع، الموازين كلها اختلفت. معظم الأوقات إحنا بنصلي بننظر إلى قدراتنا إحنا ومعرفتنا نحن ومواهبنا نحن، وبنعتمد على أنفسنا في شفاء الآخرين. ولهذا السبب رب ما بيسمح أن يكون في شفاء، لأنه بعلم فينا شيء مهم جدا، أنه الموضوع مش كرامتي ولا عزة نفسي، الموضوع مش كريديبيليتي بتاعتي أنا، يعني هل أنا صادق ولا أنا مش صادق، لا، الموضوع هو اللي لازم يتحرك، لأنه الكلام هو كلامه. ففي أي طلبة من الصلاة لما بنصلي خلينا نؤمن ونصرف كل روح شك،
الكتاب بعلمنا برسالة كورنثوس الثاني بقولنا مستأثرين كل فكر إلى المسيح. طاعة المسيح، معناته فكر الشك والتشكيك في قدرة الله ومصداقية وعد الله لازم أنا أصرفه في الإيمان، لأنه الإيمان زي ما حكينا في بداية الحلقة هو مرساة النفس، فإذا لازم أصرف هذه الأفكار في اسم الرب يسوع المسيح. شيء تاني بنتعلمه في الخدمة، الطريقة اللي الرب بتجاوب فيها أغلب الأوقات، أقدر أقول لك 90% من الأوقات تختلف عن الطريقة اللي احنا متوقعينها. أيوة طبعا. تقولي ليه؟ هقولك لأنه الله بياخد عدة أمور into consideration، يعني لما بفكر في الشغلة، لما بعمل شغلة ما بيفكر عشوائي ولا بتصرف عشوائي ولا عنده صدفة. لهالسبب لما الكاتب كاتب المزامير بيقول ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت. ففي استجابته لصلواتنا الرب استجيب بحكمة، في هناك توقيت، في هناك مكان، في هناك ظرف معين الرب انتظره. معظم الأوقات صلاتنا بتكون يعني مقتصرة على معرفتنا نحن الوقتية أو معرفتنا المحدودة، لكن استجابة الصلاة تكون مبنية على علم الله الغير محدود. يس. فلهذا السبب استجابة الله لصلواتنا بتكون دقيقة، أدق جدا من طلباتنا نحن، وأشمل بكثير مما نطلب أو نفتكر. فهون شيء لازم يعني بعلمنا الثقة الكاملة في كلمة الله، في وعود الله، في قدرة الله، وفي أسلوب ونمط استجابته. فإذا تأخر أنا عارف، إن توانت الكتاب معلمنا، إن توانت فانتظرها لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. مظبوط. ففي وقت، في وقت. خلينا نثق في الرب، نتعلم موضوع الثقة في الرب. يمكن هذا الشيء شوي صعب للبعض، لكن الثقة بنتعلمها. الثقة مع الانتظار. أيوة. آه طبعا. استأذنك في مكالمة معنا الأخ يوئيل من تكساس. أهلا بيك أخي يوئيل، تفضل حضرتك على الهواء. أهلا وسهلا بيك. شكرا جزيلا. الرب يباركك، تفضل. أنا مشتق للمسامع. هلو. أيوة سمعينك. عندي مشكلة للمسامع، وأطلب الصلاة من القسيس. أيوة. حاضر. بل يرحمنا الله برحمة الواسعة. أمين. أمين. أمين أخو يوئيل. نصلي، لأنه أنا بشوف أنه هاي المشكلة عم تتكرر، مشكلة في المثانة وضبط المثانة، وفي مع التقدم في العمر بنشوف أنه هاي أشياء عمالها بتحصل بشكل يعني متعدد ومتكرر. خلينا نصلي أجل هذا الموضوع. أمين. وإذا أنت شخص بتشاهدنا وعندك مشكلة في المثانة وعدم ضبط للمثانة، أنا عارف أنه مش موضوع مش سهل أبداً، لكن أؤمن أن الرب قادر على كل شيء. يعني تصور موضوع بسيط جدا، بتقول بس مجرد نزف دم عند النساء، موضوع بسيط جدا، بس هذا الموضوع الرب يعني داواه بطريقة معجزية. المرأة نازفت الدم قالت إن مسسته بثوبه مرئت، وهذا الموضوع ببساطته سبب أنه هذا الإيمان سبب أنه قوة تخرج من الرب يسوع لشفائها. فشفيت في الحال. Yes. والرب يسوع حس بهذه القوة اللي خرجت منه. فإيمانها خلاه يحس بالقوة اللي خرجت منه لشفاء جسدها. يا رب. فلهذا السبب ما نستخف في قدرة الله وأسلوب وطريقة الله في استجابة الصلاة. خلي ثقتك في الرب، خلي ثقتك في شخص الرب يسوع. خلينا نصلي. في اسم الرب يسوع المسيح، يا أبونا السماوي، أنت اللي خلقت الإنسان. نعم. أنت اللي خلقت جسد المرأة وجسد الرجل يا رب، وانت اللي أبدعت في خلقك يا رب، وانت عارف الأمور اللي بتحصل في جسد المرأة يا رب. أختنا اللي طلبت الصلاة، بنصلي انك تلمس جسدها وتلمس يا سيد الرب الضعف اللي في الجسد، وكل أخ اليوم بشاهدنا يا رب طلب صلاة لأجل جسده، في اسم الرب يسوع المسيح بنصلي معجزة من عندك أيها سيد الرب، تستلم هذا الجسد وتعطي معجزة لعبدك في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين. أمين.
أمين. أخت فريال من لندن، أهلا بك يا أخت فريال، تفضلي حضرتك على الهواء. خسالي وسلام نعمة المسيح معك ومع الأخ المبارك عصام حداد، الرب يبارك حياتكم ويتمجد في عملكم. شكرا. باسم يسوع القدوس. أمين. في إنجيل متى إصحاح 21 عدد 22 يقول المسيح له كل المجد، قال كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. أمين. وفي مزمور 27 عدد 14 يقول الوحي الإلهي انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. أمين. أحيانا الألم أو الظروف الصعبة الإنسان اللي يمر بها الطول، فالله لا يوجد غير فقط الله، له كل المجد، هو اللي يساعدنا أن نستطيع أن نصبر على هذه الظروف وهذه الآلام اللي يمر بها، وانتظار الرب هو اللي يساعدنا أنه ننتظره. وأكيد لما الرب قال انتظر فأكيد لدي شيء آخر لنا أفضل بكثير مما نطلبه. أو أحيانا الانتظار أنه ليس الوقت اللي هو بمشيئة الرب أن ننال هذا الشيء بالصلاة. فإذا على الإنسان، علينا كلنا لما نمر بالظروف الصعبة والألم أن ننتظر الرب ونكف عن الشكوى والعجلة وننتظر الرب أن يعمل في الظروف وفي الآلام اللي نمر بها. أمين. فأكيد هو عنده أشياء أفضل بكثير، لأن طرقه أبعد من طرقنا وأفكاره أبعد من أفكارنا، وهو كلي الحكمة والعدالة والقداسة والرحمة. وأطلب صلاة أخت أخ عصام لبعض أفراد من عائلتي لا يزالون مسيحيين بالإسم، وأطلب صلاة لخلاص نفوسهم. أشكركم والرب يبارككم. أمين يا رب. شكرا يا أخت فريال. أمين يا رب. أمين يا أبونا السماء. وبنرفع عائلة الأخت فريال وبنصلي يا رب أنه كل جميع أفراد العائلة يختبروك اختبار حقيقي. وبنرفع أخونا يوئيل يا رب اللي اتصل لأجل يا رب مشكلة في المثاني، نصلي أنك تلمس يا رب المثاني وتبرئها من أي ضعف يا سيد الرب. في اسم قدوس القدسين نصلي. أمين. أمين يا رب. معنا طلبات صلاة كثيرة من السوشيال ميديا، هو حضرتك برضو معاك شوية من السوشيال ميديا ومن ومن السكرتارية. ف عندي كمان طلبة صلاة هون للأخ سعد، محتاجين نرفع أمام عرش النعمة، عايزين نصلي لك سعد باسم يسوع بالجهاز في الجيوب. يا رب نرفع أخونا سعد أمام عرش النعمة يا رب بكل اتفاق، بنصلي يا رب أنك تلمس الجيوب. أمين. تشفي وتبرئ الجيوب في اسم الرب يسوع. أمين. المسيح. أمين. أمين. صلاة لأجل أسة تحتاج أن يعطيهم الرب أطفال. أمين. زرع بشر باسم يسوع. تعرفي احنا قربنا على عيد الحصاد، 10/6 الشهر الجاي، 10 الشهر الجاي بنعمة الرب حنشوف، حنبدأ حنكون في عيد الحصاد بنعمة يسوع وبنشوف اختبارات. أنا طبعا يعني الأكثر شيء بيشجعني في عيد الحصاد الاختبارات اللي بنسمعها من الناس. يس. يعني حقيقة الرب يتمجد، حاجة عظيمة. وبعض الأحيان بنشوف اختبارات فورية بتحصل في عيد الحصاد. لا الرب صالح يدينا عيد حصاد مجيد في اسم يسوع. وسمعنا كثير المرة الماضية عن زرع بشر، كيف الرب أعطى أطفال لأشخاص. أمين. نصلي لأجل هذه الأسرة. صلاة لشخص زوجته طردت وودعت أنه ضربها كذبا. عندهم طفل يعاني من الفشل الكلوي لثاني مرة. يا يسوع. أيوة. معقول؟ أنا اللي خدت المكالمة دي، حاجة لا تتخيلها، لا تتخيل المكالمات اللي بناخدها على التليفون يا أسيس عصام. بكل عمري ده ما كان يخطر على بالي أسمع المشاكل اللي بسمعها أنا وإخواتي على التليفونات. شيء. تكلمين أكتر عن هالحالة؟ لا يعني هو اللي كلمني، هو اللي كلمني وبيبكي.
وبيقول لي مش عارف اعمل ايه، الولد غيرنا له الكليه وباظت الكليه والكرياتينين علي تاني، مش عارف ادخل البيت، مش عارف اتابع الولد كده. لاني اسهل عند اي مشكله لو الزوجه مش عايزه الزوج تتصل بالبوليس وتقول ضربني، وممكن تعور نفسها وتقول شايفين عمل فيا ايه. طبعا البوليس بيصدقها للاسف للاسف، وبياخد الزوج للسجن، وهو يكون يقول لي هي اللي مبهدلاني وفي الاخر انا اللي دخلت السجن. بس انت عارفه هالمواقف هي الرب شايف كل الامور اكيد، فلو تأنى الرب ما بيتأنى لسبب اخر الا حتى تتوب هي وترجع، لانه اذا هي ما تابت يعني صعب. يا ابونا السماء بنرفع هذا الطفل يا سيد الرب، يا يسوع اللي عنده فشل كلوي يا سيد الرب، بنصلي انك تلمس الكلى، وبنصلي انك انت يا رب تتعامل مع الوالدة يا رب والدته في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب تكلم معها بصوت مسموع واردعها ايها سيد الرب حتى ترجع يا رب لعلاقتها معك في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. امين يا رب. ناخد بنت الرب من نيويورك، تفضلي حضرتك على الهواء. الو مرحبا. مرحبا بيكي، اهلا وسهلا. انا اشكر كثير قناة الكرمة، دائما يتحدون معي بالصلاة. الان انا عاوز القسيس عصام ان يتحد معي بالصلاة، وانا نصلي من اجل اخويا. اخويا قبل سنتين 2017 عن العملية شال تيومر من بالكلى، وكانت تيومر سليمة، وحكوله كل 6 شهور المفروض تسوي تيست. آخر هاي تقريبا قبل قبل 3 أسابيع عن التيست، وطلع بالتيست في شيء بالمثانة. فعملنا بوز وشال شال صباية من المثانة وسوى لها تيست، طلع سرطان سرطانية. فأريد القسيس عصام، أريد كلنا نتحد بليز ونصلي حتى الرب يتمجد ويشفي شفاء تاما كاملا باسم يسوع المسيح. أمين أمين. هلا وجدوا حصوة صغيرة سرطانية في حصوة. لا في المثانة، في جزء في سرطان بحجم الحصوة الصغيرة، بحجم بي سايز، حبة صغيرة شالوها في المثانة وسووا لها تيست يا بالمثانة، وطلعت وطلعت مش كويسة. امين. خلينا نصلي. يا رب يا اسمه اسم اخوك. فقدنا الاتصال يا اسيس. اوكي يا ابونا، يا ابونا السماوي. نعم. شو اسم أخوكي؟ اسمه إيه يا حبيبي؟ اسمه رعد. رعد اسمه إيه؟ رعد. رعد 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 راء عين دال. أمين. يا أبونا السماوي، يا إلهنا الصالح، أنت يا إله رب الأمس واليوم وإلى الأبد. نرفع أمامك رعد يا رب اليوم أمام عرش النعمة، ونطلب منك إحسان إلهي يا رب من عرشك، من سماء عرشك لرعد يا رب. بنصلي انك انت تمد يمين الاحسان والشفاء يا رب لجسده، وبنصلي انك انت تبرئ الجسد في اسم الرب يسوع المسيح يا رب. تداخل في حياته، خلي انظاره يا رب عليك انت وحدك الاله الشافي في اسم القدوس الحي المبارك نصلي. امين امين امين. معنا الاخ ابراهيم من فرنسا. اهلا بيك يا اخ ابراهيم، تفضل حضرتك على الهواء. اهلا بك مدام سلوى ولا مدام استر؟ سلوى. صوت غريب. صوت مش غريب. اهلا بيك. صح حضرتك، اتفضل. يعني اتفضل اخي ابراهيم. انا محمود جدا، ويعني حاسس ان الدنيا كلها في دماغي، ومحاربات كتير ومشاكل كتير، بس بشكر ربنا على كل حاجة. أمين. بس أنا في شارك معكم بالصلاة ونصلي من أجلها. أمين. بتحب نصلي أن الرب يسكن في قلبك أخوي؟ ما سمعتش كويس. تحب أن نصلي أن الرب يسوع يسكن في قلبك؟
أمين. وانا عايز اكثر من كده. امين. هو فعلي بس الشهوات بتاخدنا في العالم والمشاكل والست، انما هو في قلبي من زمان وطهر في قلبي ما سابش قلبي هنا. ايوه. وهو فاحص القلة وعارف كل حاجة. الظاهر انك عندك ادراك في كلمة الله، لكن محتاجين ولادة جديدة. الرب يشيل عنك هالعادات والشهوات ويطهر قلبك ويلمسك، لانك انسان يعني بتحب، باين عليك انك بتحب الله. امين. مين مش بيحب ربنا؟ لا، في كتير ما بيحب. ما يحبش ربنا؟ لا لا لا، في كتير ناس حتى ولا بتامن بوجود الله. لا طبعا، لا، في ناس كتير ما بتامنش. انما اللي بيعرفوا ربنا مش ممكن يكرهوه. بكل تاكيد، بكل تاكيد. خلينا نصلي. انا حابة اتاكد من خلاص نفسك في اسم الرب يسوع المسيح، وده اهم شيء. عدو الخير بحارب لما كل واحد مش متاكد من خلاص نفسه. عايزين نتاكد مع بعض وانه الرب كتب اسمك في سفر الحياه وانك ابن للرب، وبعدين نبدا نصلي ونحط سياج من نار حولك حتى عدو الخير ما يقربش عليك ابدا. وتصبح خاصه الخاصه. امين. في الدائره الخاصه في عين الرب باسم الرب يسوع المسيح. امين. صلي معي اخي، قول له يا رب انا بتوب. صلي معي، قول له يا رب انا بتوب. نعم. اتوب ازاي وانا في ايدي الكاس؟ اتوب ازاي وانا في ايدي الكاس ومش قادر اشيل؟ اتوب ازاي وانا بشرب سجاير بقالي اكتر من 40 سنه؟ ايوه. وبشرب مخدرات حشيش من اكتر من 35 سنه. انت محتاج الرب يسوع يسكن في قلبك اخوي. انت تعرف عنه كتير. ان انا اسيب المكان اللي انا عايش فيه ده وعيش في مكان بعيد عن مغريات العالم. انا مش قادر. بلاش نعالج من الخارج، خلينا ندخل للداخل للقلب. هو ده الاهم. خلي الرب يسوع يدخل للقلب حتى يساعدك تتخلص من كل اللي انت متضايق منه. ايوه. تعرف مرات كتير، بيهمش اخوي ابراهيم، مرات كتير بننظف حالنا من برا. بالامور الروحيه ما ينفعش التنظيف الخارجي. من برا على الله، من جوا على الله. بالظبط. فعشان هيك لازم نصلي يصير في تطهير في الداخل. ولما الرب يسوع يسكن القلب يغسل القلب كله. مصور. نعم نعم، انا موافق في كده. والنجاسه اللي في القلب الرب يشيل. أيوه. بالظبط. فانت عندك معرفه في الكلمه. يشيل منك حب الخمره، يشيل منك حب المخدرات، يشيل منك اي حب غير طاهر باسم الرب يسوع المسيح. امين. امين. حط ايدك في ايد الرب، حط ايدك في ايد الرب. انا عايز كل اخوتنا المشاهدين. انا ماليش غيره اصلا، انا هحط مين؟ انت ماليش غيره. ايوه ايوه، مظبوط. كلامك سليم، كلامك سليم 100%. بدي اطلب من كل اخوتنا المشاهدين في كل مكان في العالم. تعرف يمكن لو كل الحلقه بس صلينا مع الاخ ابراهيم يبقى احنا انجزنا عمل رائع وعملنا الصح. خلينا كلنا نصلي لاجل الاخ ابراهيم. بدي اطلب من كل شخص بشاهدنا انه يصلي معنا لاجل الاخ ابراهيم. اخوي ابراهيم، سيب الكاس اللي في ايدك باسم الرب يسوع. سيب السيجاره وسيب المخدرات كله. امين. هذه امور عدو الخير بيستغلها فيك حتى يدمر حياتك. يا يسوع حرية. هو يدمر، هو دمر خلاص. خلاص دمر، دمر. بس اقول لك في رجاء. يس. في هناك امل، لانه الرب الهك حي. يس. حط ايدك في ايد الرب في اسم الرب يسوع المسيح. تعال نصلي مع بعض. قول له يا رب انا بتوب، انا بتوب. قولها بصوت عالي، قول انا بتوب. ما اقدرش اتكلم صوت عالي لان انا في ناس تاكل معايا. اوكي، قولها بالعربي. انا بتوب يا يسوع. انا بتوب يا سيدي من كل قلبي. ايوه. اسمع بقى، اسمع بقى من كل قلبي. طهرني يا رب. اسمع يا سيدي. غسلني بدمك يا يسوع. حررني من كل روح حب للمخدرات. امين يا رب.
حب للمخدرات أو التدخين. حررني تحرير كامل باسم يسوع. اطلقني يا رب اسم الرب يسوع. ابدأ صلي انت هلأ. خد انت صلي. امين. يا رب يا رب يا رب اسم يا رب يا رب اسم يسوع. امين يا رب امين يا رب. جبت موسى الاسود وجبت شعره. امين امين يا رب امين يا رب. خلينا نصلي لك يا يسوع. يا ابوي السماء وبرفع ابراهيم امام عرش النعمه يا رب. يا ارجوك تدخل في حياته يا رب. انت شايف انه تعبان يا رب من حياته يا رب. وتعبان من ظروفه وتعبان من عاداته واهواءه وشهواته يا رب. ارجوك الى ايصالك. احنا اليوم بنصلي انك تلمس حياته بقوه الروح القدس، تحييه من جديد، تولده من جديد، تكتب اسمه في سفر الحياه اليوم يا رب. ارجوك. انت قلت انت ابني انا اليوم ولدته يا رب. ارجوك نطلب منك ولادة جديدة لإبراهيم يا رب. أمين. تغيير من الأعماق، جذر من الداخل، تحرير من كل يا رب رغبة للشهوة يا رب، رغبة للتدخين، رغبة للمخدرات، رغبة للنجاسة، رغبة لأي شيء يا رب لا يمجد اسمك في حياته يا رب. يا رب عدو الخير حاول وما زال بحاول يا رب أنه يهد حياته ويدمر حياته، لكن أنت قلت لنا وعدتنا أنك جئت لتكون لنا حياة وليكون لنا أفضل. يا رب نرفع إبراهيم أمام عرش النعمة ونطلب منك لمسة خاصة على حياته بقوة الروح القدس يا رب. غير تغيير من الأعماق واصنع منه يا رب بولس الرسول بدل شاول الطرسوسي. غير حياته إلى بولس يا سيد الرب واستخدمه لمجد اسمك يا رب. أنا بشكرك لأنك أنت السهران على كلمتك لتجريها. عظم عملك في حياة إبراهيم يا سيد الرب واكرمه يا رب وعوض عن كل الماضي باسم يسوع. كرهه يا رب في الدخان، بصلي كل مرة بشم ريحة الدخان يا رب يستفرغ، ما يقدرش يتحمل ريحة الدخان. أمين. وما يقدرش يتحمل يا رب المخدرات ولا طعم المخدرات ولا تأثير المخدرات في جسده يا رب. خلي الجسد يرفض كل تأثير للمخدرات في اسم الرب يسوع المسيح. أمين. بكل أنواعها. وصلي يا روح الله أن تسكن فيه، تسكن في قلبه في روحه في نفسه في جسده يا سيد الرب وتحرره تحرير كامل في اسم المبارك في اسم الحي في اسم الرب يسوع المسيح. نصلي. أمين. 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 أمين يا أخي إبراهيم. ثق أن الرب سمع صلاتك لأن أنت كنت محتاج له جدا، وهو بيسمع صلاة المشتاق والمحتاج. صدقني قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحق الروح. فثق أن الرب سمع والرب غير والرب استجاب والرب رجعك ليه مرة تاني في اسم يسوع. أمين. أمين. تعرف أخت سلوى لما الإنسان بقول له يا رب أنا تعبان، بعرفش هاي الصلاة بحد ذاتها بحس أنه تكسر كل كبرياء في داخله. طبعا طبعا. عرفتي؟ والقلب المنكسر والمنسحق الله لا يحتقره، لا يحتقره. إطلاقا. طبعا طبعا. بدليل أنه هو اتصل لأنه هو محتاج للرب. بالضبط. بس الحلو في أنه في عنده إيمان في الرب. لا هو اختبر الرب زمان. أمين. وبعد يعني، لكن الرب أمين يكون رد نفسه. أمين. وتمجد معاه. أحبائي المشاهدين هنطلع فاصل قصير وحنرجع نكمل طلبات الصلاة اللي بين إيدينا ونصلي معكم. ابقوا معنا نسمع الترنيمة الرائعة اللي جاية دي.
شفنا يا رب مجدك نعرف اني وحدك كفاية يصغر العالم في عيننا وراح نشوف وسهلا بكم أحبائي المشاهدين. وحنكمل طلبات الصلاة الكتيرة اللي بين إيدينا، فبنعتذر لو ما قدرناش ناخد تليفونات، لكن إن شاء الله في حلقات قادمة. تفضل حتى الأسيس. أم يوسف تطلب من أجل أولادها يعرفوا الرب. أمين. تعرفي في كثير أمهات عم بتصلوا بنفس الطلبة، طبعا لأجل أولادهم يعرفوا الرب. يس. وأيضا بنت الرب تطلب من أولادها كمان يرجعوا للرب. يس. شفاء من أجل أم يوسف وزوجها، شفاء من أجل جورجيت صلينا لها اليوم، شفاء الروح والنفس والجسد من أجل نائل باسم الرب يسوع المسيح. أمين يا رب. أيضا في هناك شخص اسمه حسن عبر من سنتين للمسيح، عليه هجوم شيطاني باسم يسوع. تعرفي خلينا نصلي أجل العابرين اليوم، طبعا خلينا نصلي باتفاق اليوم. الحرب عليهم شديدة جدا، لأجل كل شخص عبر إلى الرب يسوع وقبل الرب يسوع في حياته من أي ديانة أخرى، في اسم الرب يسوع المسيح. وليهم عدو احتياجات كثيرة، صعب أنه يتركهم وبضل يحارب فيهم حتى يرجعوا للأركان الأولى، يرجعوا للحياة القديمة. وطبعا اللي بيختبر الرب يسوع صعب أنه يرجع للقديم لأنه بيعطيه حياة جديدة. يس. يا أبونا السماء، وفي اتفاق مع كل إخوتنا في كل مكان، نرفع جميع إخوتنا العابرين يا رب. أيوة يا رب، من جميع الخلفيات ومن جميع الجنسيات يسوع. وبنصلي حماية خاصة عليهم يا سيد الرب بدون استثناء. يا رب ارسل يا رب سياج من نار حول كل واحد منهم يا رب، تحميه من جميع سهام إبليس الملتهب يا رب. حماية من عندك يا رب. أوصي ملائكتك في أولادك وفي شعبك وغنم مرعاك في كل مكان في العالم أيها السيد الرب، خاصة المغتربين عن ديارهم يا سيد الرب وعبروا يا رب إلى المسيح. يا رب. في اسم المبارك القدوس نصلي، سدد جميع الاحتياجات وعطيهم ملء وفيضان روحك القدوس. ولاسمك نعطي المجد والكرامة إلى أبد الأبدين. أمين يا رب. أمين. أمين. مبارك اسمك. رفا تطلب صلاة لابنها مروان، الرب يعطي له حكمة، ولزوجها أن يجد شغل، ولها هي الرب يسهل أوراق الجنسية وتسدد الديون اللي عليها. طلبة رائعة جدا. الكتاب يقول لا تكونوا مدينين لأحد بشيء إلا بالمحبة، فمهم جدا أنه نسدد الديون. مش عارف ليش، بس الشخص اللي عمل بانكروبسي أعلن إفلاسه وعليه دين كتير، لا تفكر أن الدين انتهى، الدين ما زال عليك حتى لو كان القانون عفاك منه لأنك أنت أشهرت إفلاسك، لكن لازم تسد الدين اللي عليك. في عرف الله أنت أخذت شيء لكن ما سددته، أنت لازم تسدد الدين اللي عليك. يا رب بطلب الأجر رفع أنك تلمس حياتها
وحياة زوجها وأولادها في اسم الرب يسوع. يا رب يسوع. طلب الصلاة لأجل أسرة الشيطان مسيطر عليهم بسبب الأسحار. يا رب نصلي حماية في اسم الرب يسوع. يا يسوع. المسيح. صلاة لأجل شخص زوجته طردته. لا صلينا هاي الصلاة. أسرة تطلب الصلاة لأجل ابنتهم تركت الدراسة. انغمست في الشر. أن ترجع إلى الرب وإلى أهلها مرة أخرى. أمين. يا الله يا أخت سلوى في مرة من المرات صلينا لأجل الأخت قلبها كان محروق على بنته ست سنين ما شافتها. يا خبر. تاني يوم بعد ما صلينا تاني يوم يا البنت يسوع. بتتصل في والدتها بتقولها أنا راجع البيت. ليك المجد يا رب. ليك المجد. فلا تيأس أبدا لا تيأسي أبدا لأن الرب يعمل معجزات من هالناحية. يا رب نصلي هاي البنت ترجع إلى وعيها يا رب وترجع إليك يا رب وترجع إلى إيمانها يا رب وتطهرها مرة تانية يا سيد الرب في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب صلي لأجل كل عائلة عند واحد من أولادها ترك البيت لأي سبب أو لآخر يا رب إنهم يرجعوا للبيت يا رب من جديد وعلاقتهم معك تكون قوية في اسم الرب يسوع المسيح. صلاة لأجل شادي شاب عنده كانسر في الرئة. أمين يا شادي في اسم الرب يسوع نتكلم بالشفاء الكامل يسوع في الرئتين باسم الرب يسوع المسيح. وبنرفع يا رب زياد يا رب وبنصلي يا رب تلمس الكبد وتلمس القولون وتلمس يا رب الرئة وتبرئ جسده في اسم القدوس الأزلي في اسم الرب يسوع المسيح. كمل العمل اللي انت ابتديته في جسده في اسم الرب يسوع. صلاة لأجل إيريني عندها 34 سنة عندها كانسر في كل جسمها. ثلاث أطفال والأطباء أوقفوا كل العلاج. يا رب افتقاد لإيريني يا سيد الرب يا رب. ولأطفالها الثلاثة يا صار من صلي أنك أنت تلمس جسدها ويا رب وأعطيها شفاء من عندك أنت في اسم الرب يسوع المسيح. أخت تطلب صلاة لأجل أخذ الجنسية الأمريكية. أمين يا رب. صلاة لأجل شاب تعلق بشخصية شريرة قادته لتعاطي المخدرات وهو بدون عمل للأسف. طبعا لما بنستسلم لروح الشر نهاية الاستسلام لروح الشر هو الفساد وتدمير الحياة. طبعا لهذا السبب التصق في الرب. يا رب نرفع هذا الشاب وكل شاب يا رب ترك النعمة وراح يعيش يا رب مع الخنازير وراح يأكل من أكل الخنازير في اسم الرب يسوع. افتقد شعبك في كل مكان يا رب وارجعهم إلى العلاقة معك في اسم الرب يسوع المسيح. صلاة لأجل شاب بعيد عن الرب ورافض معرفة القدير. نصلي تداخل إلهي يا رب. ميرنا وإيرن الرب يبارك خطوبتهم ويقود حياتهم في مكان خاص إن كان في كاليفورنيا أو إنديانا أو في أي مكان الرب يختار لحياتهم في اسم الرب يسوع. أعطيهم إرشاد في المكان اللي يسكنوا فيه في اسم الرب يسوع. بنت الرب شفاء لمعدتها من السترس باسم الرب يسوع المسيح. أمين. فريد فقد زوجته محتاج عزاء الروح القدس. أمين. لور عندها مشاكل مع أخواتها في اسم الرب يسوع. رنا ابنها بسام في المستشفى. يا رب نصلي تمد يمينك وتشفيه. ثروت لونج كانسر سرطان الرئة. يا رب يسوع. وأخته عندها سرطان في الدماغ باسم الرب يسوع تحنن واشفي يا رب. يا رب في اسم يسوع. جوزيف محتاج شفاء جسدي وروحي. ساندرا محتاج شفاء جسدي وروحي. الياس نفس الشيء. فياث وفتحي او فياث فيث لا فياث اف اي واي اي تي اتش فياث سباين كانسر سرطان في العمود الفقري. يا يسوع يا رب ارجوك في اسم الرب يسوع. بنت يسوع الرب يعلن لها ليه مش عم ترتاح في الكنيسه. الكنيسه بيت الرب عاده. عدو الخير بحاول يعطل الارتياح في الكنيسة حتى يبعدك عن بيت الرب. الكتاب بقول غير تاركين اجتماعكم كما لقوم عادة. نوفاد من العراق مسلم لكن يثق في صلوات الكرمة. صحته تعبانة وعيونه وبطنه. وقبلها ابنه أحمد عمل
عملية وطلب صلاة من الكرمة والرب استجاب ودلوقت محتاج صلاة تاني. نوفات بدي أقول لك أنه اطلب من الإله الحي والإله الحي يخلصك أولا. خلاص نفسك أهم من شفائك الجسدي. اطلب أن الرب يسكن في قلبك يا نوفات. بنصلي أن الرب يسكن في قلبك بالروح القدس في اسم الرب يسوع. ونصلي أن الرب يعمل معجزة معك في اسم الرب يسوع. خاتون سيدة كبيرة تقدم على الجنسية الأمريكية. محتاج الرب يسهل كل أوراق الامتحان. آمين يا رب. والرب يبارك أحفادها في اسم الرب يسوع المسيح. أخت جوزفين صلاة لأجل أخوها بهاء علشان شغل. آمين باسم الرب يسوع. سكن وشغل باسم الرب يسوع المسيح. أمين. مارتن أمام عشان نعم حتى أزمة بمر بأزمة الرب يرفع منها. رفل تمر في ضيق شديد عندها يومين بتبكي. يا رب منصلك تلمس حياتها يا رب وتلمس يسوع. قلبها باسم الرب يسوع المسيح. أخت وأم من السودان طلبت صلاة علشان الوضع الحالي في السودان. تطلب حماية الرب عليها وعلى أولادها وفترة امتحانات تعدي على خير. أمين يا رب في اسم الرب يسوع المسيح. أيضا بنت الرب تطلب من أجل بنتها شغل وارتباط من الرب يسوع. شفاء من أجل شادي عنده سرطان. تسلم حاجة مش انتشر جدا. منتشر بشكل حاجة بقى زي الأنفلونزا أساسا. في أخت اسمها نوال برضو كمان في دمشق في حلب عندها سرطان. خلينا نصلي لأجل إخوتنا اللي عندهم كل سرطان. مرضى الكانسر. في آدم كمان عنده سرطان في الدم طلب صلاة دلوقتي. وأخت طلبت ماثيو يثبت في الجامعة. في أخت بتطلب أن زوجة بنتها مرات ابنها حامل الرب يكمل الحمل بخير. أمين. تفضل. أمين يا رب. نرفع يا رب نوال يا رب في حلب. يا رب عندها سرطان. أنت عارف كويس يا رب يا أي درجة وعارف كيف تدارك الموضوع وعارف كيف تشفيها يا رب. بنرفعها أمام عرش النعمة ونطلب منك تشفي يا رب الأشخاص يا يسوع اللي بيسمعونا اليوم يا رب على قناة الكرمة يا رب وعندهم سرطان بكل مراحله وبكل أنواعه وفصائله يا رب. بنصلي أنك يا رب قوة تخرج منك الآن لكل شخص بيشاهدنا عنده سرطان بكل أنواعه أنك تلمس يا رب الجسد وتبرئ وتحرر من هذا الروح يا رب وتشفي شفاء كامل يا رب. يا رب تحنن يا رب تحنن يا رب باسم الرب يسوع المسيح. ما تسمحش يا رب شعبك يضعف يا رب. يا رب لكن قوي شعبك واشفي شعبك في اسم الرب يسوع المسيح. نصلي. امين 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 باسم يسوع. طلبت صلاة من واحد في مصر عمل قلب مفتوح شاب فبيطلب صلاة اسمه جوزيف. يا رب نرفع جوزيف امام عرش النعمة ونطلب منك لمسة خاصة على حياته قوة للجسد يا سيد الرب وتمنع اي تعقيد واي سايد افكتس يا سيد الرب واي التهابات يا رب جانبية في اسم الرب يسوع المسيح. بنت الرب تطلب انه ابنها يحن عليها ويجي يزورها. امين. صلاة اجنبيل وهاني وعيسى يعرف الرب. امين. بنت الملك تطلب الرب يبارك حياة حياة وبيوت وزواج اولادها. امين. بشرى بتطلب الرب يفتح الابواب ويجمع العائلة مع بعض. امين. نانا بتطلب الرب يفتح الابواب. زرع بشر من اجل ليسا ومادونا ونبيل وابنه فاديا. الشغل من أجل جويس وبنات فاديا وجورج وعماد. ابن الرب يطلب من أجل أولاد والرب يرتب لهم الارتباط. شفاء من أجل جورجيت في اسم الرب يسوع. فاضل دقيقتين يا أسيس أصام. المسيح فاضل دقيقتين. عايزين نصلي لأجل إحنا ما خدناش السوشيال ميديا كنا عايزين نرجو. طلبت صلاة من أجل أمور مستعصية عند أميرة شابو. أمين. ونوال كرومي حبش صلاة من أجل الجميع المحتاجين. أمين يا سيد الرب.
يا أبونا السماوي نرفع جميع هذه الطلبات يا رب، طلبة بطلبة يا رب، كل طلبة بتهمك، كل شخص يا رب أرسل طلبة صلاة اليوم بهمك يا سيد الرب، هذه الطلبة بتهمك يا رب، وكل فيها الملائكة اللي تحمل جميع هذه الطلبات أمام عرشك يا رب، تسمع وتستجيب أيها السيد الرب لكل طلبة من هذه الطلبات، وخاصة الطلبات اللي إجت لسه وما رحناش نجيبها يا رب، ما رحناش نطلعها على الشاشة يا سيد الرب، أرجوك أثناء الحلقة بنصلي جميع الطلبات اللي وصلت أثناء الحلقة، أنك أنت يا سيد الرب تستلم كل طلبة فيها يا رب، أرجوك يا إلهنا الصالح، أنت وحدك القادر على كل شيء، عظم عملك من خلال هذه الطلبات في اسم الرب يسوع المسيح، المس يا رب، اشفي يا رب، ابرئ يا رب، كمل يا سيد الرب، اعمل آيات، اصنع آيات وعجائب مع شعبك في كل مكان، نرفع أمامك جميع هذه الطلبات باستحقاق الدم باسم الرب يسوع المسيح، نشكرك لأنك سمعت الصلاة، ونشكرك لأنك استجبت صلاتنا اليوم، نعطيك كل مجد وكرامة في اسم القدوس الأزلي ولاسمك يا رب، نعطيك كل مجد. آمين. رب يباركك يا أسيس عصام ويستخدمك أكثر. على فكرة الرب يسمع عندما أدعو، تأكدوا حتى لو ما قريناش بالتفصيل، لكن الرب يسمع ويستجيب لأن إلهنا فوق حد التصور، فهو سمع كل طلبة وكتب سفر تذكرة حتى لو ما قريناهاش بالاسم، بس هو عارفها وحيوصل ليك. آمين. وهو هيتمجد معاك وحيقودك من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه. آمين. نشكركم أحبائنا المشاهدين لأجل متابعتكم معنا، هنكمل صلاة لأجلكم، وصلوا لأجلنا، إحنا بننتظر صلاتكم أيضا لأجلنا. الرب معاكم ويحفظكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب معكم. جه وقال هذا الكرمة الحقيقية، كنت كمال الأبصار ولازم تثبتوا فيا، الكرمة شهادة ونور بتنور طول اليوم، بتذيع بشرى وسرور وبتطرد كل هموم، شريه.